من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده عايز اكلمكم عن التجسد الالهي او تجسد الكلمه بولس الرسول عرفه وقال عليه انه سر سر التقوى في تونس الاولى ثلاثه ستاشر بيقولوا بالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكه كرز به بين الامم اؤمن به في العالم رفع في المجد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد والقديس يوحنا قال ان الله الذي ظهر في الجسد هو الاقنوم الثاني من الثالوث القدوس اقنوم الكلمه في الاصحاح الاول وعدد 14 يقول والكلمه صار جسدا وحل بيننا الترجمه الحقيقيه وحل فينا وحل فينا نتكلم عن الموضوع ده بعدين والجسد اللي خده المسيح من العذراء مريم ده جسد حقيقي مش زي ما بيقولوا الغنوصيون ان هو جسد خيالي لان بولس الرسول بيقول في رسالته العبرانيين اصحاح 2 وعدد 14 فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما لكي يبيت بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس يبقى جسد حقيقي اشترك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما النهارده عايزين نتكلم عن ثلاث نقط في هذا الموضوع موضوع طويل قوي لكن احاول اختصر على قد ما اقدر هنتكلم عن ضرورة التجسد وعن كيفية التجسد وعن نتيجة التجسد أول حاجة ضرورة التجسد يعني هل التجسد ضرورة؟ يعني هل كان الله كان لازم يسيب السماء ويجي زي ما قال بولس الرسول في فيلبي التين من عدد خمسه وثمانيه فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلسه ان يكون معادلا لله لكنه اخلى ذاته واخذ شكل العبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب كان لازم ما كانش في حل تاني كان لازم التجسد عشان نعرف الموضوع ده هنتكلم في ثلاث نقط النقطة الأولانية سقوط الإنسان والنقطة الثانية عجز التوبة عن خلاص الإنسان التوبة وحدها والنقطة الثالثة أنه كان يمكن أن تجدد خلقة الإنسان إلا بواسطة الكلمة الذي به خلقه في البداء. فحنتكلم النقطة الأولانية عن سقوط الإنسان. سقوط الإنسان. في نقطة مهمة خالص لازم نعرفها. الله بعلمه السابق كان يعلم إمكانية سقوط الإنسان ونتائج هذا السقوط. وكان يعلم أيضاً حتمية التجسد والفداء. ولأن الله أيضا بعلمه السابق لأنه أعطى للإنسان حرية إرادة فكان عارف أن الإنسان ممكن يميل لأحد الاتجاهين إما للخير أو للشر. علشان كده إداله الوصية. فالإنسان لو حفظ الوصية كان هيحيا في الفردوس بلا هم ولا حزن ولا ألم. وأيضا يكون له الخلود في السماء. لكن زي ما احنا عارفين ان اللي حصل ان الانسان عصى الله. تعدى وصية الله. ربنا قال له يوم ان تأكل من هذه الشجرة موتا تموت موت فسقط الانسان تحت حكم الموت. وليس الموت فقط ولكن البقاء في فساد الموت. إلى الأبد. عشان كده كان يعني إيه اللي ممكن كان يحصل إن ربنا يا إما إن هو يتراجع عن حكمه يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت أو إن ربنا يسيب الإنسان إن هو يهلك. لكن لو ربنا تراجع عن حكمه هذا لا يتفق مع صلاح الله ومع طبيعه الله طبيعه الحق والصدق فكان لازم ان الانسان يموت وهل كان من اللائق ان ربنا يشوف الخليقه التي خلقها على صورته ومثاله تهلك امامه هذا ايضا لا يتفق مع الله القادر على كل شيء لان بكده يظهر ان الله ضعيف لان كان احسن ان هو ما كانش خلق الانسان من الاول الا ان هو يسيبه للهلاك والفناء عشان كده دي ضرورة التكسد ان الكلمة اخذ جسدا قابلا للموت لكي يموت عن البشرية كلها النقطة الثانية في ناس بتقول طيب ما كان ربنا ممكن يخلي الناس تتوب لما تتوب خلاص آدم أخطأ يتوب عن خطيئته. لكن هل التوبة إنها تستطيع إنها تلغي الفساد اللي دخل الطبيعة البشرية؟ هل التوبة تقدر إن هي تنجي الإنسان من قبضة حكم الموت؟ اللي لا يستطيع احد ان يخلص الانسان من قبضه هذا الموت الا بان يدفع الموت ايضا ثمنا لكي يفدي الانسان ومش كان ممكن اي انسان يفدي انسان لان الجميع زاغوا وفسدوا وعزوا مرض الله ولا كان يمكن ملاك ان يفدي انسان لان احنا عارفين الملائكه ليس لها طبيعه الطبيعه البشريه. ضرورة التجسد واضح أكثر من الكلام ودي النقطة الثالثة اللي قاله القديس كرولوس الكبير قال إيه؟ قال كان لا يمكن أن يجدد الله خليقة الإنسان لأن الإنسان فسد بسبب خطيته إلا عن طريق الكلمة الذي به خلق الإنسان أولا فإحنا عارفين أن الإنسان أو, أو الخليقة كلها خلقت بواسطه الكلمه في اول او ثاني ايه في انجيل معلمنا يوحنا الصح الاول به ايه كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان وفي العبرانيين الاصحاح الاول وعدد اثنين الذي به ايضا بالكلمه عمل العالمين وفي كمان ايه حلوه خالص في عبرانيين 11 ثلاثة بيقول بالايمان نعلم بالايمان نعلم ان العالمين اتقنت او انشئت بكلمه الله عشان كده الكلمه الغير المائت اخذ جسدا قابلا للموت لكي يموت عن كل احد دي ضروره التجسد اول نقطه النقطه الثانيه كيفيه التجسد الالهي كيفيه التجسد الالهي ازاي الله اتجسد احنا حافظين الايات كويس عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد مش كده والكلمة صار جسدا لكن ايه هو التجسد ازاي الله الكلمة اخذ جسدا في نقطتين هنتكلم فيهم بس اول حاجة الكلمة اتحد بجسد له نفس عاقلة دي في منتهى الأهمية جسد له نفس عاقلة ليه؟ لأنه لما قال يوحنا الرسول والكلمة صار جسدا مش معناها جسد جسد لأن في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس كان لما يتكلم عن جسد بيقصد إنسان زي في تلاتة تسعة وقال ويبصر كل جسد خلاص الله يعني يبصر كل إنسان خلاص الله وفي غلطها واحد ستاشر بيقول لم أستشر لحما ودما فاللحم والدم ده يشير إلى إيه إلى إنسان عشان كده بنقول في قانون الإيمان تجسد وإيه وتأنس يعني إيه يعني صار إنسانا له نفس إيه عاقلة فكلمة الله تجسد وصار انسانا كاملا ودعي ابن الانسان لكن النقطه المهمه الثانيه هي بقى سر الاتحاد الفائق بين اللاهوت والناسوت سر الاتحاد الفائق بين اللاهوت والناسوت والاتحاد ده وصفه الاباء بهذه الصفات قالوا ان اتحاد حقيقي اتحاد طبيعي اتحاد جوهري اتحاد اقنومي يعني ايه اتحاد حقيقي اتحاد طبيعي يعني ايه يعني طبيعه الله الكلمه اللي اتحدت بالطبيعه البشريه يعني الطبيعه الالهيه اتحد بالطبيعة البشرية اتحاد جوهري يعني جوهر الله جوهر اللاهوت اتحد بالطبيعة البشرية في المسيح واتحاد أقنومي لأن أقنوم الابن اتحد ببشريتنا والقديس كيرلس عمود الدين كان يصف هذا الاتحاد بهذه العبارات كان يقول اتحاد فائق الوصف نقدرش ان احنا نوصفه ده سر يا جماعة يقول اتحاد سري بصفة مطلقة يقول كمان اتحاد لا ينطق به ويقول كمان اتحاد يفوق العقل وايضا اتحاد سري وفائق العقل اتحاد سري وفائق العقل لكن اللي احنا لازم نعرفه حاجتين مهمين ان هذا الاتحاد بغير ايه انفصال اتحاد بغير انفصال ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ايه ولا طرفة عين اتحاد بغير انفصال الحاجة الثانية المهمة برضو انه اتحاد بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير يعني يعني لا اللاهوت تغير وبقى ناسوت ولا الناسوت تغير وبقى ايه وبقى لاهوت لازم نعرف الحكايه دي زي العليقه وزي جمره اشعية واتحاد الحديد بالنار العليقه انتوا عارفين موسى النبي لما شاف العليقه وهي تتقد بالنار والعليقه لم تحترق قال ايه اميل الان لانظر هذا المنظر الايه العظيم فناداه صوت الله من وسط العليقه وقال له ايه قال له اخلع عليك لان الارض اللي انت واقف عليها ارض ايه مقدسه تجسد ارض مقدسه دي ارض مقدسه ليه لان الله بيشبه او اللاهوت بيشبه بالنار الهنا ايه نار اكله وان جسد الانسان بيشبه باستمرار بالزروع او بالشجر يقول بطرس الرسول لان جسد الانسان كالعجب ومجد الانسان كظهر العجب فهنا منظر العليقة اللاهوت النار بتحرق العريقة يعني بتتقد بالنار لكن العوسج ما تحرقش وهنا يورينا ازاي تآلف اللاهوت مع الناسوت. ما هو احنا بعقلنا نقول ازاي ان اللاهوت اتحد بالناسوت. لكن ربنا ورانا مثل في العليقه المتقده بالنار والعليقه ايه؟ والعليقه لم تحترق. المثل الثاني جمره أشعية النبي. انتم عارفين في اشعيا سته ان أشعية النبي شاف رؤيه. شاف المسيح جالس على كرسي عالي وان اذياله او اهدابه تملا الهيكل كله وشاف السرافيم وبيسجدوا ليه بيقولوا قدوس قدوس رب الصباوت مجده ملئ كل الارض فعلى طول اشعيا النبي قال ايه وين لي لاني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وساكن في وسط شعب نجس الشفتين لان عيني رات الرب اله الجنود فيقول ايه بعد كده يقول لك فطار الي واحد من السيرافيم وبيده جمرة جمرة قد اخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال ان هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر ايه عن خطيتك طبعا احنا عارفين ان المسيح هو هذه الجمرة الايه الالهيه اللي لما تمس شفتيه الانسان فعلا بتطهره من كل خطية الجمرة لما بتاخد جسد المسيح دي الجمرة الإلهية خليها تمس شفتيك وتمس قلبك وتمس حياتك لكن في نفس الوقت ده هذا مثل عن اتحاد اللاهوت بالناسوت فالنار لما بتدخل في الفحم بتحوله بنوع ما إلى مجد النار الخاص ليه؟ تبص الفحم اللي كان اسود بقى يعني منور بيشتعل ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو ابتدى ياخد من صفات النار لكن هو فحم زي ما هو وده اللي حصل بالنسبه لنسوت المسيح مش كده؟ كانت المراه النازفه الدم قالت بس المس هد بايه؟ هد بس هو. لان ناسوت المسيح لما اتحد باللاهوت اصبح ايضا ناسوت المسيح له صفات هذا اللاهوت وقوته وقدرته. المثل الثالث اللي هو اتحاد الحديد بالنار. لما اجيب حديد وتحطها في النار تبص تلقى ان الحديد اصبح يكتسب مظهر النار وأيضا بيشترك في صفات النار فطبيعة الجسد اللي اتخذوا لنفسه اللغص أو الكلمة غير الفاسد والمحي لم يبقى على حالها الأول ما تبقاش الطبيعة زي الأول ليه؟ لأنها تحدد بجمر اللاهوت بل انعتقت من الفساد والفناء وسادت ايه وسادت عليهما فدي كيفية التجسد الالهي دي مواضيع لاهوتية لكن لازم نعرفها يا جماعة عشان محدش يعني يقول لنا اي كلام احنا لازم يعني يكون عندنا وعي بعقيدتنا وايماننا في المسيح ايه دي مهم خالص لكن برضو الحاجة بقى اللي تخص حياتنا اللي هي النقطة الثالثة اللي هو ايه نتيجة الايه التجسد لانه تجسد من اجلنا احنا وجه عشاننا طب جه عشان ايه؟ جه عشان يموت من اجل كل احد. جه علشان يفدينا ده اول حاجه. انا مش هتكلم عن حاجات كتير هتكلم عن نقطتين بس عشان الوقت. اول حاجه ان هو جه لكي يموت من اجل الجميع او لكي يفدي الجميع. فزي ما قلنا الكلمة أخذ جسدا قابل للموت وقال القديس كيرولوس عمود الدين الحينما يتحد هذا الجسد بالكلمه يصبح جديرا بان يموت عن ايه؟ عن الجميع بل ويبقى في عدم فساد بسبب اتحاده بالكلمه. فالمسيح خد جسد عشان يموت عني وعنك. يقول معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانيه 5 14 و عشر بيقول لأن محبة المسيح تحصرنا إذ نحن نحسب هذا إن كان أحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا إيه قد ماتوا وهو مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل إيه لأجل الذي مات من أجلهم وقام أيضاً مات لأجل الجميع فجه علشان يموت من أجل الجميع وبولس الرسول حددها أكتر في العبرانيين يقول لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل إيه؟ لأجل كل أحد عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول الذي أحبني وأسلم نفسه لإيه؟ أجلي فالمسيح جه عشان يموت عن كل أحد يقول كده ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لاجل ايه؟ لاجل كل احد يموت ويدوق الموت عشانك عشان كل واحد فينا تصوروا لو كان في واحد بس في العالم كله اللي هو انا الخاطي كان المسيح هيجي ويدوق الموت عشاني. يا ريت كل واحد يقولها لنفسه. مش بس علشان خاطر ان هو يعني يدوق الموت ويحررنا من عقوبه الخطيه ومن دينونه الخطيه ومن سلطان الخطيه، لكن شوفوا بولس الرسول بيتكلم في عبرانيه 42 2 عدد 14 يقول فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا ايه؟ فيهما مش هو ده التجسد؟ ليه بقى؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ابليس. يعني المسيح حررنا كمان من الشيطان يا جماعه اباد اباد الشيطان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ده عمل كمان حاجة حلوة خالص قال لك ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كل حياتهم إيه تحت العبودية والإنسان من غير المسيح بيخاف من الموت فمستعبد مستعبد ليه للخوف من الموت خايف يموت مش عارف هو رايح فين ده المسيح اللي عمله ده الفداء المسيح افتدانا عشان نتحرر ليس فقط من الخطية وليس من خطية فقط ولكن أيضا من إبليس وأيضا من الخوف من الموت فدي النقطة الأولانية من نتيجة التجسد الإلهي اللي هو الفداء المسيح مات من أجل كل أحد والنقطة الثانية حلول الكلمة فينا يعني إيه نتيجة التجسد إن الكلمة حل فينا آه عشان كده قلت لكم ان الايه اللي في يوحنا واحد 1-14 والكلمه صار جسدا وحل ايه؟ وحل فينا وحل فينا. لكن عايز اقول لكم في فرق شاسع جدا بين حلول الكلمه في جسده الخاص وساعات تكلم برضه القديس كرولوس عمود الدين يقول لك في هيكله الخاص او جسده الخاص وبين حلوله النسبي فينا بواسطه النعمه يعني خلي بالكم الكلمه مش بيحل فينا زي ما حل في جسده الخاص طبعا لا ده كحلول اقنومي وقلنا حلول طبيعي وقلنا حلول جوهري لكن اسم احنا بالنسبه اسمه حلول بالنعمه او بالمشاركه حلول نسبي بالنعمه او بالمشاركه لكن في المسيح وحده بيحل كل ملء ايه؟ اللاهوت جسديا كلوسي اثنين تسعه عشان كده بيقول القديس كرولوس عمود الدين نظرا لان اللوغس اللي هو الكلمه اخذ جسدا بشريا لذلك صار ايه؟ صار داخلنا صار داخلنا ليحل المسيح بالايمان في ايه؟ في قلوبكم والمسيح بيحل بالايمان في قلوبنا اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا ايه؟ اولاد الله وده الحلول هنا معناه ان احنا بنبقى اولاد الله لما بنقبل المسيح عشان كده هلخص لكم بقى في ايه واحده اللي قاله بولس الرسول عن نتيجه التجسد الالهي اللي هو الفداء والايه وحلول الكلمه فينا اللي بنحنا من خلاله بناخد نعمه التبني اللي هو غلاطيا أربعة أربعة خلي بالكم الايه دي ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مش ده التجسد مولودا من امراه بعدين يقول ايه مولودا تحت الناموس ليفتدي ادي الفداء ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني لننال التبني لننال التبني فهو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، خذ الجسد وأعطانا نحن احنا نكون أولاد لله تبني. طبعاً نحن أولاد لله زي ما قلنا برضو غير بنوية المسيح لله دي بنوية خاصة، بنوية طبيعية من نفس الكون لكن احنا بنوتنا برضو إيه؟ نبوة بنوه بالتبني أو بالنعمة. يبقى إيه هنتكلم تاني ونقول النهاردة اتكلمنا عن ضرورة الإيه؟ التجسد كان لازم المسيح يتجسد اه طب كان لازم ليه عشاني انا محبته ليا ما كان كان ممكن يسيبنا نهلك ونفنى لكن محبته العجيبه صلاحه العجيب ما قدرش ان هو يسيب الانسان يفنى قدامه والحاجه الثانيه كيفيه التجسد لازم نعرف ان المسيح الكلمه او الله الكلمه اخذ جسد حقيقي من العذراء مريم جسد طاهر بدون زرع بشر واتحد بهذا الجسد اتحاد ايه؟ كامل وقلنا هذا الاتحاد اتحاد حقيقي طبيعي جوهري اقنومي بلا انفصال وبدون اختلاط وامتزاج ولا تغيير. ربنا دي نعمه عشان نتمتع بنتائج التجسد الالهي نتمتع بنعمة حلول الكلمة فينا نتمتع بالفداء نتمتع ان الله عما نقيل في وسطنا الان عما نقيل الله معنا حتى معناها برضه الله فينا هذا المجد العجيب ان الكلمة صار جسدا علشان احنا نكون فيه وهو يكون فينا لالهنا كل مجد من الان والى الابد امين